مع تزايد أنشطة النصب والاحتيال الإلكتروني اللي تصير بشكل يومي، بنفت ضافت ميزة تحقق من الهوية على تطبيق بنفت باي. إذا كنت حين مستخدم جديد أو مغير جهازك، تقدر تتبع هذه الخطوات. افتح تطبيق بنفت باي، دخل رقم تلفونك، بيوصل لك رمز الـ OTP، التقط صورة واضحة لبطاقتك الذكية من الأمام ومن الخلف، انظر مباشرة للكاميرا. بعد ما تتم العملية بيطلب منك التطبيق الانتظار عشان يتحقق من الهوية، وبكذي اكتمل تسجيلك بنجاح، وما حد يقدر يفتح تطبيق بنفت باي مالك إلا ببصمة وجهك. كن حذر ولا تكن ضحية للاحتيال الإلكتروني.